استاذ غسان، شو يعني قدود حلبيه وشو يعني قدود؟ وليش العالم بيقولوا القدود الحلبي؟ كل العالم بيقولوا الطرب والغناء والاغنيه والطقطوقه والقصيده و و الا القدود الحلبيه عملوا لها هيك مثل تمييز خاص، حطوها بخانه مخصصه إلها. بس ما تقول شو كنا عم نقول بالكواليس. قول 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 بالذات اللي كنا عم نقوله بالكواليس. رح افتح هلالين هيك بطريقه كثير كثير، عرفت كيف؟ يعني ما اتعمق بالخبريه. اول شيء انا بشكركم كثير على استضافتكم فعلا، لانه اولا الموضوع على طول هو مصدر وحي لقدود الحلبيه بشكل فظيع، ومع ضيف مثل الاستاذ حمام خيري انا بيسعدني كثير اكون موجود معه كمان، لانه هو من المرجعيات بهذا الموضوع ومن الناس اللي فعلا واحد بيستمتع بالقدود الحلبيه بصوته، وهذا اللي كنت عم بقول له اياه هلا بخلال الحلقه بنحكي عن الموضوع. موضوع القدود الحلبية أنا على المستوى الشخصي كتير كتير يعني قالب كتير بحبه بشكل فظيع. يعني أنا من الناس اللي من عمر سنتين ثلاثة بسمع قدود حلبية، لأنه بي كان عاشق للطرب الشرقي بكل أنواعه وبالأخص القدود الحلبية. يعني كان عنا عطول كل نهار أحد على الغداء، بتذكر عنا صباح فخري عم بغني قدود حلبية. هيدي كل صباح فخري شخصياً ولا تسجيل؟ التسجيل. بس هيدا الشيء اللي سمح لي كتير يعني اتشبع من صباح فخري. نعم. النهار اللي اجا وتعرفت عليه شخصياً يعني هو كان بالنسبة له صدمة إيجابية قد ما هالقد فيت بتفاصيل الأشياء. نعم. وبأدائه وبالتقنية تبعه شغلة كانت. لماذا يعني نسبت إلى حلب بالذات؟ هل هي نشأت بحلب أصلا؟ لا، هي ما نشأت بحلب. ليك هلأ، هي إذا ما نروح تاريخيا في عندك عدة سيناريوهات للموضوع. نعم. يعني في السيناريو الأقدم هو بيقول لك أنه من القرن الرابع، يعني مع القص السرياني مار إفريم، هو يعني هونيك كان بقلب القداس بقلب الكنيسة كان يستعمل نفس القالب. يعني إذا ما نحكي خلينا نقول علميا. نعم. بالموضوع. هلأ أنا ما عم بحكي عن المواضيع اللي اتطرق لها، أكيد مش هو المواضيع اللي كانوا يرتبون بالكنيسة، بس النغمة. اكزاكتلي النغمة والقالب بشكل عام، يعني هذا ستراكتشر بنسميه نحن موسيقيا. هي من وقتها بلشت. هلأ كيف وثقت بعدين؟ هي إذا بدنا نقول بطريقة العلمية الأكاديمية هي بالقرن الثامن عشر، يعني بوقتها يقال. هلأ حضرتك ذكرت حمص وذكرت دمشق، وكمان في مراجع بتقول إدلب كمان إلى دور بهذا الموضوع. نعم. هلأ هيدي الطبخة كلها سوا، تب ليه حلب؟ عم نحكي عن كل الناس بالزبط. اللي عن بالضبط يسموها قدود حلبية. بالضبط. هلأ حلب هي اللي تلقفت هيدا القالب. نعم. وهي اللي أكتر شيء نشرته واشتغلت عليه، إن من الناحية الموسيقية أو من الناحية الغنائية كأداء أو من ناحية المحتوى شعراً. خلينا نقول من هيك سميت بالقدود الحلبية، لأنه هونيك خلينا نقول أنه التطور الكبير والخلطة السحرية صارت هي بحلب. وأنا بالنسبة لي ما فيها ما تكون قدود حلبية، مستحيل، لأنه أنت هلأ عم تاخد مثل حيلا شغلة، مثل حيلا قالب عالمي، عم بحكي عن الموسيقى. نعم. بيقدر يكون بلش بحيلا مدينة أو حيلا بلد، لكن بس استقر بمكانه كبير، استقر وهنيك صار تطوير وتطور. يعني مثل الطفل اللي بيولد بمدينة وبيروح بيعيش بمدينة وبيكبر فيها. اكزاكتلي. يعني اليوم مثلا خد إذا بقول لك مؤلف مثل شوبان مثلا، كلهم بيفكروا فرنساوي بس هو بولوني. عرفت شو؟ بس هو ليه نحن بننسى انه بولوني؟ لانه كل حياته والمسيره تبعه كانت بفرنسا. بقى من هيك بالنهايه القدود الحلبيه ما فيها الا ما تكون حلبيه بالنهايه، مستحيل. طيب اليوم اذا نحن بدنا نفسر يمكن بعض التفسير، فينا نعتقد لانه مدى حلب مدينه كبيره وادلب مدينه صغيره، وحلب يمكن اصلا هن مزاج المجتمع هنيك، سميع طريب، يعني بيسمع وبيحب هذا الفنون، فيمكن هني طوروا وكبروا. في بعض الأعمال تنسب إلى القدود الحلبية وهي مش قدود حلبية. صحيح. ممكن تكون موشحات. صحيح. ممكن تكون مواويل عادية. صحيح. ممكن تكون أغاني. صحيح. على إيقاع معين، على مقام معين، طربي بطيء مثلا، لكن كله خلص خلطناه وسميناه قدود حلبية لمجرد أن المطرب الذي يغني القدود هو اللي غناها. صح. ومنهم مثلا في أغنية لأم كلثوم بغنيها صباح فخري وبغنوها الكل، وكل العالم يعتبروها قدود حلبية. الكلام مصري واللهجة مصرية. الفل والياسمين والورد، هذه أغنية كتبها أحمد رامي وبغنيها أم كلثوم، وبيجي بغنيها الأستاذ صباح فخري رحمه الله وبيقولها. هل يستوعب القدود الحلبية، تستوعب
أشياء أخرى تضاف إليها لأنه بنفس الروحية بنفس المقام بنفس الإيقاع؟ رح أقول لك، لا، في أواصم مشتركة بدون شك، هو أكيد في أواصم مشتركة بيناتهم. برجع بقول لك من ناحية الستركتشر تبعه ومن ناحية النغمة من ناحية الهيكلية يعني. بالضبط هيدي هي يعني، هيدي بتقربها لإلها يعني. من هيك وقت صباح فخري مثلا أو أستاذ حمام أو كل هالكبار اللي غنوا أو بيأدوا القدود الحلبية، في عدة أنواع يعني. حتى بالقدود في عدة أنواع يعني، في عندك القدود الشعبية، في عندك القد الموشح، لأنه كمان ما بدنا ننسى أنه القدود هي بجذورها في عندك شيء من الموشحات. يعني هي الفرق كان بين اثنين، أنه الموشح هو لغويا يعني المحتوى الأدبي والشعر جواتها كان أكثر منظم وخليني أقول جدي أكثر بين مزدوجين، كان جدي أكثر. القدود الحلبية أخذت هذا المحتوى وخلته يصير شعبي أكثر يعني، المواضيع اللي صار عم يتطرق لها واللغة المستعملة المحكية بأغلبيتها صارت شعبية أكثر يعني. من هيك عم بقول لك يعني، حتى هالنوعين الكبار يعني القد الشعبي والقد الموشح، هني هو اللي بيستوعبوا عدة أنواع يعني. في عندك كمان هيك جروب كبير، وفي اللي بنسميه سب جروبس يعني. أستاذ حمام، هذا الكلام الذي سمعناه بيخلينا نستوحي، نطلب من حضرتك تقلنا مثل شو مثلا، شو هي الموشحات اللي دخلت وصارت مخلوطة بالقدود، من مكونات القدود، مع أنها هي يمكن موشحات دخلت تخاوت مع القدود. ورح نحكي أنت شو عملت لاحقا من إضافات خاصة سيغنيها الجيل القادم أكيد بعدين. شو اللي دخل على القدود؟ هي القدود أساسا نضاف عليها إشياء، شو الإشياء اللي تعتبر أنت أنها أضيفت إلى القدود الأصلية والأساسية؟ بعقب على الكلام اللي حكيه الأستاذ، بحكي بحلل صح. نعم. المعلومات اللي طبعا انا اول شيء ماني باحث موسيقي، لا أنا لا مغني. طبعا احنا ما بنطلب، بس انت كونك بعتذر اذا كان في معلومه كونك يعني كونك غنيت فاكيد بتعرف شو الاسس القدود وشو الاشياء اللي اضيفت محليات عليها لحك. بالضبط، نحن بالاساس المراجع اللي قدرنا نحصل عليها مثل ما تفضل الاستاذ من الحضاره السريانيه. نعم. من هون وصلنا المعلومات، قبل هيك ما بنعرف شو كان فيه. صحيح. المهم، فالقدود هو القد. ليش سميت قدود؟ نعم. ليش؟ مثل ما تفضل، كانوا يرتلوا بالكنيسة مثلا موضوع معين، لحن معين، نغمة تيمة تسميها تيمة معينة. هالتيمة هاي استعملوها بالكنيسة. بعدين بعد فترة الحلبيين هنن اللي ابتدعوا هذا الشيء، لأنه في إله جذور قبل، حطوا كانوا يقولوا بالكنيسة مثلا كلام هو ديني. صح صحيح. حطوا الحلبيين جابوا هالتيمي هاي وركبوا عليها كلام، وركبوا كلام على قد هالتيمي. على قد هذه. على قد التيمي. من هون سميت القدود. هالقدود يعني هذا قد هذا، أو هل هل هالتيمي هي حطوا عليها على يعني قد مثل بحر على الشعر، جاب بحر الشعر وركب عليه بيت وركب من الشعر. أعده ما بقوله مثلا. من هون اجت القدود الحلبية. هلا بقى بنجي بنحكي على مثل كمان ما سألته وتفضل، انه ليش يعني ليش حلب؟ ليش ما يقدود حمصيه؟ ليش ما يقدود شاميه؟ ليش ما يقدود كثار بيقولوا حمصيه اساسا، طرابلسيه؟ ليش ما يقدود بيروتيه مثلا؟ نعم. ليش؟ لانه اذا جينا نحن بحثنا بالتاريخ بنلاقي حلب هي اقدم مدينه من كل هؤلاء. صحيح. صحيح. واحد اثنين، موقع الجغرافي دمشق اقدم يعني، دمشق اقدم عاصمه بالتاريخ، عمرها 10000 سنه 12000 سنه. عاصمة ايه ومدينة يعني طبعا. عاصمة ايه. اما كمدينة حلب هي اقدم كمان. هلا هي دمشق وحلب ايه، بس انه لا يمنع انه طبعا بالضبط. حلب مدينة هلأ عظيمة نجي. كبيرة. اوكي، ممكن تكون دمشق اقدم من اقدم المدن يعني ايه. يعني ما بدنا نختلف على هي القصة طبعًا، لانه نحن ما عم نوثق الحالة هي، عم نوثق شيء تاني بحكم جغرافية مدينة حلب اللي هي كانت
معقل أو مركز رئيسي لطريق الحرير قديما. نعم، اللي هو بيربط أوروبا بالصين وبيربط تركيا بالشام. فكانوا كانوا كل هالقوافل وين يتمركزوا؟ بحلب. يتمركزوا بحلب يريحوا على الرحلة ويتاجروا بحلب، يبيعوا ويشتروا، اللي جايب بضاعة بده من الشرق بده يوديها للغرب، يصير مثل ما بقولوا الحلبيين يصير البازار بحلب خيو. أيوة حلو تماما، حلو البازار بحلب. وهذا الشيء اللي بسبته الخانات اللي موجودة بحلب، خان الحرير وخان الجمرق وخان الكذا وخان الشونة واوا إلى آخره خانات. هاي الخانات كانوا هاي اسم يعني الخان يعني فندق أوتيل. إيه تمام صح. هذا وتاريخ قديم بقدم القلعة، يعني القلعة مثلا اكتشفوا فيها تاريخ 12000 سنة قبل الميلاد. هالقد إلا كان الله. فمنذ ذاك العصر حلب قلنا بسبب جغرافيتها كانوا يجوا الناس يحكوا مثلا صيني، كانوا الناس يحكوا كل اللغات من كل أوروبا رايحين على الشرق، يقعدوا بحلب شهور، ما كانوا مثل هلأ يقعدوا يومين ثلاثة ويطيروا بالطيارة، يقعدوا شهور بحلب ويغنوا. وكل حدا بالقافلة في مغنين في بده يسهروا بحلب. صحيح. فالحلبيين أنا بتوقع هذا تحليلي ما في مراجع لذلك، يسمعوا هذا الشيء، يسمعوا شو خلط، يحفظوا صار خليط، يحفظوا هذا ال طيب هذا الشيء يحفظوه كمان يحطوا عليه من قبل، يحطوا كلام حلبي ويغنوه بعدين أكيد مش حيخلوه بلغته الأصلية. هذا الكلام هول الأشياء، عندك فكرة شو هن الأساسيين يلي بعدين أضيف عليهم؟ يعني شو أقدم قد حلبي أو أقدم شيء ممكن يتغنى اليوم ويقول هيدا من هون بلشت القدود الحلبية تصير؟ يعني أنا بعرف مثلا حتى نسمعه يعني قصدي في مثلا في زمان في ماني يا حبيب ماني، سلامة قلبك يا غزالي، في هيمتني اللي أصلا ما هيمتني، هلا كمان نحكي على هذا الموضوع، هي أصلا جوجحتني مرجحتني. مزبوط. أيوة. صحيح صحيح. يعني جوجحتني مرجحتني، بعدين أجا أمين الجندي الشاعر الكبير اللي هو حمصي. نعم. حط على قد هذا الكلام، حط هيمتني وتيمتني، مشان هيك الحماصني بيقولوا إن إحنا القدود حمصية ما هي حلبية. مشان هالجملتين هون. من أثر أكثر بالآخر، نحن أو التركي؟ يعني هل التركي أخذ من عنا أو نحن أخذنا من التركي؟ لأنه بالنهاية نحن جيران. بالضبط، رح لك شغلة، التركي أخذ من الكل. أخذ أخذ من الكل التركي، وطبخ طبخته وصار بعدين عم بيصدرها. أيوة. يعني مش بس عم نحكي عن العالم العربي، يعني عم تحكي حتى عن أرمينيا مثلا. نعم. عن أذربيجان، عن كل هذه المنطقة. صحيح. يعني تركيا كانت سفنجي. نعم. يعني كانت عم تمتص كل هولي وتعمل طبختها ترجع تصدرها. نعم. بقى هلأ ما عم بتهمهم أنه سرقوا، بس عم بقول لك خليني أقول استلهموا، يعني قعدوا عنا فأخذوا من عنا، أكيد نحن ما رحنا لعندهم، هن إجوا لعنا، يعني نحن ما أخذنا شيء من عندهم. إيه؟ ما أخذنا شيء منهم يعني للأسف، خلال إلا الأشياء السلبية أبدا. بس ليش هلأ في كتير ألحان يعني بنسمعها بالعربي وبيقولوا هي أصلا تركي، كله هيدا أصله تركي؟ الأغاني المودرن بعتقد، يعني الأغاني الشبابية بيكون مطلب. بس يعني الشبابية من 30 سنة لهلا. ليه هلأ هو سهل واحد يقول إنه هيدا أصله تركي وهيدا أصله، بس أنا عم برجع لدكتور جمال اللي سألني إياه السؤال بالأساس. أصل يعني. بالأساس الموسيقى التركية هي مزيج موسيقات من عدة مناطق من العالم. صحيح. هيدا شغلة أكيدة. يعني هني ما ابتدعوا شيء بشكل أساسي، عم بحكي عملوا خلطتهم وبعدين صدروها، هذا اللي عم بقوله. هلأ نحن أكيد استلهموا منا مش العكس أكيد. نعم. بس مش بس منا، نحن بنعرف الأدود الحلبية. أول ما نقولها بنذكر دغري أبو خليل الأباني. ليش أبو خليل الأباني بالذات؟ يعني هل هو اللي وضب كل هذا التاريخ وجمعه ورتبه وحطه على مسرح ولا لا شو؟ ما بقوله، لا ما بقوله أبو ليش خليل. نحن بنعتبره كأنه هو أبو القدود الحلبية. لا هو أبو خليل الأباني كان هو صاحب مسرح رائج وصاحب مسيرة طويلة عريضة، ما له علاقة بالقدود الحلبية. ليش لكن طيب أبو القدود الحلبية؟ القدود الحلبية موضوع آخر.
مش هو اللي رتب ووضح وزبط وجمع وإخشي. لا بس هو إله أغاني. أيوة إله أغاني جميلة كتير. هلا مثلا يا طيرة طيرة يا حمامي, حمامي. مثل ما تفضلت أنت ببداية الحديث إنه بيقولوا عنها هي من ضمن القدود الحلبية, إنما هي عمليا بس أغاني. هي عمليا ما يعني أغنية. يعني بفهم من كلامك انه ثلاث ارباع اللي نحن بنسميه قدود حلبيه هو اغاني وفيهم شيء كم بالضبط قطعه طبعا من القدود الحلبيه. بالضبط هيدي عفوا هيدي اللي حكيت عنه, هيدي الكاتيجوري اللي بنسميها القد الشعبي. ايه؟ اللي في بيناتهم هول يعني مثلا سيبوني يا ناس يا طيره طيره. هلا هذا غير سيبوني يا ناس, هيدي سيد درويش بعتقد يعني بالضبط. بس يعني انا بقول شو باي خانه بنحطه. بنحطه بخانه. هلا كل الناس اذا بتلاحظ انت اذا جيت فتشت مثلا على سيبوني يا ناس او الفلي والياسمين بسمع من ام كلثوم, بسمع من حدا غير حلبي. ايه بين قوسين تلاقيها يعني بطريقه مختلفه. الحلبي بيغنيها بطريقه مختلفه تماما. صحيح. لان الحلبيين اي شيء بيجي لعندهم على ريحهم بدهم يحلبنوه. ايوه صح صح وبيحلوه كثير. صحيح. هلا بحلوه هذا موضوع اخر. لا هذا لا المتلقي مستمتع عشان ما يقولوا لا لا قول ولا هيك بتجرد. اكيد احنا متحيزين, احنا متفقين معكم على الموضوع يعني مش مختلفين. حتى الادوار, حتى مثلا اصل غرام الغرام نظره مثلا لداود حسني بتسمعوا من المصريين او من المغاربي او كذا بتسمعوا بطريقه, وبتسمعوا من الحلبيين بطريقه اخرى تماما. أيوة. صحيح. يعني الحلبي بده يحلبن كل شيء. طيب سيد درويش اقام سيد درويش في حلب فتره, اقام سنتين اجى تعلم ما اشتغل بحلب. صح. عند جده احد اسادست سيد درويش جده جدي حاج مصطفى الطراب. ايه مقبل مش انا صوتي ما حلو قاعدين مع حدا مهم كثير. وحاج صبحي الحريري هدول كان مقيم عندهم. صحيح. هلا هي جابت لك شي هديه يعني عم تعطيها هالشهيد ولا هي؟ بس انا تفاجأت اليوم انه جده حاج مصطفى. انت فكرت نحن فاتحين الموضوع لانه هي بدها تجيب سير جده. اوكي احكي لي شو الرابط بين رجال الدين او المنشدين او المؤذنين وبين الغناء؟ خليني أكمل بس هالمعلومة لو سمحت عن السيد درويش. يعني السيد درويش طبعا مع احترامنا للشيء اللي قدمه كل شيء, بس السيد درويش بعد ما قعد بحلب سنتين وشوي أكتر من سنتين بعدين عمل يا شادي الألحان. صح. أها صحيح. يعني هو وصلت الفكرة. هلأ تفضل بقى. أنا لما قلت بالمقدمة قلت أثر وتأثر, يعني أثر وتأثر لأنه أكيد. صحيح. في شيء صار حتى شوف أدوار سيد درويش هو كيف بيغنيها وكيف الناس اللي غنوا بعده إن كان من مصر وإن كان من المغرب العربي وإن كان وشوف الحلبيين كيف بيأخرجوا أدوار سيد درويش. إنه اليوم نحن القدود الحلبية تحتمل الإضافات. يعني اليوم إذا بسمع أغاني أم كلثوم مثلا أغني لعبد الوهاب من ألحان صنباطي للبليغ لأم كلثوم أو أغاني فريد الأطرش مثلاً, ما فيني أنا بطلع المطرب بده يغني الأغنية بده يغنيها مثل ما هي. ما فيك إذا بده يزيد بشي موال بيصلطي. بس بالقدود مثل كأنها مفتوحة القصة بتحتمل. ما فيك تقارن. ما فينا نقارن. ما فيك تقارن لأنه بالقدود أول شيء في عندك مجال للارتجال جواتها. هيدي بتركيبة القدود لك حق ترتجل انت. صحيح. بنصة فيك تعمل. ما فيك بأغنية لعبد الوهاب تعمل موال جواتها مثلا, ما بتزبط. يعني هالقد راكبة في إلها برواز بينما طبعا هلامية طبعا لأنه هي اجت من يعني كيف تركبت الخبرية خلال هالمئات السنين كيف وصلت القدود الحلبية لليوم. هي تراكم. بالنهاية ما بينما أغنية مثل اللي للكبار اللي سميتهم الصنباطي أو القصبجي أو زكريا أحمد أو عبد الوهاب هول معلبين بهالطريقة. يعني أنت وقت تظهر منهم عم بتشوه لهم الهوية تبعهم. مش هيدا مش وضع القدود. هيك عم بقلك ما فينا نقارن بين الاثنين. أديب الدايخ كان منشد يرفض أن ترافقه أي آلة موسيقية, يقعد يغني بدون آلة موسيقية. بعدين أضاف ناي, بعدين أضاف فرقة, بعد مثل بقول جهد جهيد أنعه فات معه تخت شرقي. صبري المدلل شو اسمه البكري, محمد خيري القديم اللي نافسوا الشاب صباح فخري لما كان طالع, ومن ثم صباح فخري, كلهم بدأوا مشوارهم بالإنشاد بترتيل القرآن بالأذان, مؤذن منشد مرتل. بعدين
تطورت القصص مواويل مدايح نبوية ثم بعدين وصلوا للطرب. هل سنعتبر أنه التعلم الترتيل القرآني والأناشيد والإنشاد هو بمثابة بروفا لاختبار قدرات الصوت ومطوعيته؟ وهل يمكن أن نتهم هؤلاء بأنه استغلوا هذا الأمر ليصبحوا مطربين؟ يعني بدل ما يروح يتعلم المغنى راح على الإنشاد والترتيل وبعدين عمل مطرب. على كل حال هو لا يختلف الإنشاد والقرآن هو موسيقى ترتيل. نعم موسيقى. نعم حتى في أدان على الحجاز وفي أدان على الرسم. لا شك يعني لا شك. نعم. فوقت اللي حتى الله يرحمه الأستاذ صباح فخري. نعم. كان مؤذن. كان مؤذن طبعا وكان يشتغل بالموالي بجامع الروضة وقلنا وعنا كتير تسجيلات هو عم يعني بينشد. صحيح. وعم بيجود قرآن. صحيح. من هون بيجي ليش الربط. هلأ هو بيكون صغير بيكونوا أهله بحبوا الدين وبحبوا الكذا والحلبية انتبه أغلبهم معصبين دينيا متدينين. صحيح. صحيح. ايه؟ صحيح قديما يعني ايه طبعا وما زالوا يعني متدينين ولا زالوا. طيب هذا إذا كان واحد طلعان أول عمره وبحب المغنى وبحب فورا بيوجهوا أهله روح للجامعة روح للكذا يعني إنه بيعتبروا المغنى لا بس روح على الإنشاد والتجويد في الشقلبة. هاي الموهبة بتستغل هذا تحليلي لا وتحليل منطقي بتستغل هالعملية هاي. إيه أوكي بروح على الإنشاد معلش ماشي بالإنشاد في الشقلبك بروح إيش بلاقي وهو منيح راح على الإنشاد يعني طبعا بلاقي مثلا بدي أتعلم تجويد القرآن بيعرف بعود بيعرف ايمت بده يمد ايمت بده يدغم ايمت بده يعمل ادغام بيغني ايمت ما يمد وين الاحرف اللي فيها مد وين الاحرف اللي ما فيها مد هذا كله بيتعلمه وهو صغير بعدين بيعلموه بقى انه كيف بده يجود القران بده يكون عنده نفس طويل بده يتدرب يكون نفسه رئتينه يعني من غير ما يشعر. زوروا موقعنا alphatv.com تابع برامجك المفضلة وأحدث المسلسلات على قنواتنا اشترك الآن أو اتصل على الأرقام التالية ألفا قنوات الأسرة العربية.